خوتي خواتاتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة وعواش مبروكة وتحياتي للجميع. مشاهدين الكرام، حنا الآن متواجدين في المدخل الغربي ديال مدينة بركان، وبالضبط في شارع محمد الخامس في الجهة ديال سيدي سليمان. حنا اليوم جينا ضياف عند السي عبد الله السعيدي، صاحب مقهى الفتح وأحد أبناء الجالية المقيمة في الخارج، اللي اختار أنه يدير هذا المشروع في مدينته الأم. وهذه بادرة طيبة من شأنها أنها تفتح واحد الفرص ديال الشغل لعدد كبير من الشباب. ونتمنى إن شاء الله الناس ديال الجالية اللي عندهم الفلوس واللي باغين يديروا مشاريع في المدينة ديالهم، مرحبا بالجميع. مدينة بركان الحمد لله تتغير من الأسوأ إلى الأفضل، وإن شاء الله نشوفوا مدينة إن شاء الله في المستوى ونشوفوا مشاريع أخرى، وهكذا نشجعوا الناس ديال الجالية أنهم باش دائما يبادروا بهذه المشاريع اللي غادي تعود بالنفع على مدينة بركان. بقوا معنا مشاهدينا الكرام، غادي نستضيفوا السي عبد الله السعيدي في هذا اللقاء اللي غادي نقربكم بالأجواء ديال الافتتاح ديال مقهى الفتح، ومرحبا بالجميع. مرحبا بك السي مجيد عندنا، وكنشكرك بزاف على المجيء ديالك هنا عندنا، وكنشكرك بزاف بزاف. انا السعيدي عبد الله، صاحب مقهى الفتح اللي جاي على طريق الناظور. كنرحب بالجميع ان شاء الله. انا من الناس ديال الجاليه، وكنتمنوا الخير لهذه المدينه هذه، وان شاء الله نتمنوا يعني نسجعوا هذا الحي وفي نفس الوقت نسجعوا المدينه ديالنا. وفكرنا باش نديروا هذا المشروع، وان شاء الله كنتمنى حتى من الجاليه كتمنى حتى هما يفكروا في المشاريع اخرى باش نسجعوا بلادنا ونسجعوا المدينه. بادره طيبه اكيد. نعم، نسجعوا المدينه ديالنا اولا، ثم نسجعوا البلاد ديالنا، وباش يخدموا معنا حتى الناس وحتى يستافدوا معنا وحنا نستافدوا معهم ان شاء الله. وعندنا الحوايج كسميتو هناك، سمعنا الفطور، وعندنا مسائل تاعنا بالاثمنه المناسبه. حنا ما بغيناش تما ديرها شي باش نربحوا فيه، وانما باش نسجعوا كيف قلت لك الحي والمدينه. مرحبا بالجميع. واو، كنرحب بالجميع ان شاء الله. مرحبا بالجميع، الناس ديال بركان وخارج بركان والجاليه يعني بالخصوص. وهذا الشيء اللي عندي السي مجيد. السعيدي، المقهى جات على جنب الطريق يعني في الدخله ديال المدينه، يتمنوا الناس يجيو كما ان شاء الله يرتاحوا كما يدخلوا الدخله ديال المدينه، يستغلوا الفرصه وديروا الشدويره ان شاء الله يا رب العالمين. وهذه رساله للجميع. نتمنى لك اللعابه ديال النهضه، مرحبا بكم اللعابه ديال النهضه حتى مرحبا بهم. وهذا كان غادي يكون شرف لينا كبير ان شاء الله الى جاو لينا عندنا هنا ان شاء الله. كنوجه واحد الرساله، كنقول السعيدي كنرحب بكم. كنرحبوا بالاخوه باللعابه ديال نهضه بركان والممثلين ديالها جميعا، وكنشكركم بزاف وحنا في خدمتكم. اكيد حكمتكم كجاليه بركانيه مقيمه في الخارج، يعني كتبقى واحد الحب ديالكم للفريق. الله يودي الله يودي الله يودي الله يودي. يعني كنعرف واحد الحب كبير للفريق ديالنا، قال كنتبعوه يعني واخا سواء كنا داخل الوطن ولا خارج الوطن، حنا معاهم في السراء والضراء كيف ما كانت الحال. اكيد ونتمنى التوفيق ان شاء الله للفريق ديالنا باش في السنه القادمه ان شاء الله. القادمه ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله يعني من حسن الى احسن ان شاء الله يا رب العالمين. كنفتخروا بزاف ملي كنشوفوا الوجوه بحالكم بحال الناس ديال الجاليه، تبارك الله. يعني الحمد لله كتشوف الوجوه ديالنا من البسمه والضحكه، وهذا الشيء اللي كنتمناه. والحمد لله كتجي وكديروا مشاريع في المدينه اللي كتعود بالنفع على الشباب ديال المدينه وكيتخدموا معكم. يعني الحمد لله شفنا ازيان من 7 ديال الشباب قدامي هنايا، هذا الحمد لله هذا الشيء اللي بغينا احنا مدينه بركان. الحمد لله المدينه محتاجه الناس المقاولين ديال مدينه بركان، ولا الناس اللي عندهم الفلوس انهم يستغلوا الفلوس ديالهم في الصالح ديال المدينه ويديروا مشاريع اللي حتى تكون حتى الاجر مع الله سبحانه وتعالى. الحمد لله المدينه راهي من حسن الى احسن، كنشكر حتى السيد العامل ديال بركان. الحمد لله. يعني احنا بكل صراحه انا لاول مره كنشوف يعني المدينه كتبدل شويه، يعني سميتو يعني مقارنه مع السنوات الماضيه، يعني راه كاين فرق كبير الحمد لله. المهم المدينه راه يعني راه غاديه في تطور، غاديه في تطور الحمد لله بفضل القياده ديال العامل مدينه بركان السي محمد علي حبوه. الله يعاونك. كنشوفوا هذه المشاريع اللي غادي تخلي مشاريع اخرى تفتح لنا في مدينه بركان، هو الشيء اللي كنتمنى ان شاء الله. كنتمنى من الجامع باش يتعاون معاه، ماشي غير يكتبوا يدي وحده ما تصفق. اكيد حتى الناس ديال السلطات والناس اللي سميتو حتى اصحاب بركان مثلا، كلشي سواء الناس ديال بركان ولا سميتو، خصهم يتعاونوا معاه
يعني يد وحده ما تصفق، يعني واخا مثلا شي واحد بغى يعني يخدم ولا كسميتو، الا ما كانش المساعده والتعاون من الجامع ماشي غير من كسميتو. وان شاء الله نتمنوا الخير، وغادي نجهد ندير ان شاء الله عندنا مستقبل ظاهر ان شاء الله، وغادي تكون ان شاء الله. سي سعيد، انتم كجاليه واش بالكم شي تغيير على المشاريع هنا في مدينه بركان، البنيه التحتيه، الشوارع؟ كاين تغيير، كاين تغيير كبير، كاين تغيير كبير. انا قلت لك في الاول يعني كسميتو راه لي اول مره كنشوفوا المدينه كسميتو بحال اللي تنفست، بحال اللي تنفست شويه يعني كسميتو. الا جيت تقارن يعني مدينه بركان مع يعني مقارنه يعني حاليا الاعوام السابقه، الاعوام السابقه يعني كاين فرق يعني بكل صراحه، بكل يعني ماشي بدون مجامله، يعني راه في تطور وراه يعني في تقدم ان شاء الله. ونتمنى ان شاء الله تكون عاد احسن ان شاء الله. ان شاء الله هذه جلسه مع السي بن سعيد، ودخلنا في تفاصيل اخرى. الرساله الاخيره السي بن سعيد، الرساله الاخيره كنشكرك على انت السي عبد المجيد، على المجيد ديالك هناك سميتو. مرحبا السي، وكنشكروا يعني كنرحبوا بالجميع ان شاء الله. نتمنى الناس باش يشجعونا حتى هما كما حنا كنشجعوهم، حتى هما خلي يشجعوا الجاليه. والرساله الاخيره كنوجهها حتى للجاليه باش حتى هما يفكروا يعني يديروا مشاريع يعني كسميتو هنايا، يبداو بالمدينه ديالهم ان شاء الله، ومن تماك عاد يفكروا في مدن اخرى ان شاء الله. اكيد بركان الصراحه ناقصها المشاريع بزاف، ناقصها المشاريع على اطراف المدينه. شفنا بحنا حتى في طريق وجده، طريق الحدود، كاين مقاهي، كاين ريستورات، كاين بيسين، يعني الحمد لله الناس العائلات كيخرجوا. ان شاء الله نشوفوا بركان مستقبلا هذه المشاريع اللي غادي تعود بالنفع على اصحاب ديال المشاريع ان شاء الله، والناس اللي كيخدموا يستافدوا. هذه المشاريع فين يخدموا الناس، يعني اي واحد مثلا اللي يساهم باللي يقدم، مثلا واحد يخدم 6 الناس، واحد يخدم 7، واحد يخدم غير جوج، يعني حتى هذه مساهمه يعني كنساهموا في البطاله ديالك سميتو. ونتمنى حتى نعم في التنميه، ماشي انسان يجي غير يفكر غير مثلا غير حنا نفكروا غير في الفلانتيسمات والبنيان وكذا، نفكروا في المشاريع مثلا اي مشروع كيف ما كان، سواء كان مشروع صغير ولا كبير، يعني مهم بالنسبه لك سميتو للبلاد، ومهم بالنسبه للمدينه. اكيد شكرا السي السعيد، ونتمنى لك ان شاء الله التوفيق. اللهم امين ان شاء الله، افتتاح خير ان شاء الله يا رب العالمين. ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى يوفقك، رسمنا الفتح ان شاء الله يكون ان شاء الله، يكون ان شاء الله خير ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين. والله يسخر، امين. تحياتي للجميع، شكرا مره اخرى اقول لكم مرحبا بكم مع السي السعيد في مقهى الفتح في الدخله ديال مدينه بركان في شارع محمد الخامس بجهه سيدي سليمان. مرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، وشكرا لكم.